المشكلة كمان هذا الخبز كمان جايبينه لأهالينا المنكوبين تحت الحصار من جماعة بشار. هاي حليب أطفال أكثر شيء، لأنه ما شاء الله مدينة الأسارب، لأنه الأطفال عنا بشار الأسد الجزار منع حليب الأطفال يوصل لأطفالنا. وهي عدس وهي بطاطا كله لمدينة الأسارب إن شاء الله تحت الحصار من الموصل لها.